إرساء الضمانات المؤسساتية لحماية الصحفيين من الاعتداء. وهذا التزام المغرب كانت عنده مبادرة على مستوى الأمم المتحدة جنيف ديال التقدم بتوصياتهم حماية الصحفيين من الاعتداء. أيضا الدعم العمومي للصحف، ما يبقاش مضطر يعرف برنامج وخاضع السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية. نتجه اليوم إلى أن يخضع القواعد الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية، وأن يكون مضطر بالقانون ومحمي بالقانون. أيضا إنجاز متعلق بالمنع أو الحجب أو الحجز. والناشرين كان عندهم موقف سريع، باش قالوا ما يمكنش تمنع قبل الموعد. وما يمكنش نتحدثوا على المنع، لأن المنع كيفترض رقابة قضية. لهذا في الاتجاه ديال منطق مبدأ الحجز. وحتى في الحالات ديال الاستعجال خص يكون حكم قضائي استعجالي بوضوح. والمواد ديال سقطت بذلك بحال المادة 105 في المشروع القانون تمت مراجعتها. أيضا اتجهنا وبالتالي كاين واحد النوع من الحماية القضائية لحرية الصحافة. في الوضع الحالي كيكفي قرار للسلطة الإدارية باش تحجز على جريدة أو باش تحجب موقع إلكتروني. قرار إداري. والمقاولة أو الجريدة هي تمشي للقضاء، فما كايناش حماية قضائية لحرية ديال الصحافة. الأزمة التي أثيرت حول قانون الصحافة، مشروع قانون الصحافة الجديد، لم يكن لها مبرر وما كانت لتكون لو لم تكن مرتبطة بإلغاء عقوبة السجن في حق الصحافة. ولهذا أنا مصر وأؤكد وبحكم تجربتي أن الموضوع خارج لا عن وزير الإعلام والاتصال ولا عن منظمات صحفية. هناك طبقة من الناس الذين قالوا إلا زودت لهم العقوبة السجنية حنا غنعمل لهم عقوبات أخرى، لأنه هناك لا ننسى أن هناك معنا أن يتخوفون من الصحافة ولا يريدون أن تكون هناك صحافة حرة، ولهم دورهم ولهم نفوذهم، وهم الذين عملوا. لأن مشروع قانون الصحافة كما اتفقنا عليه منذ حوالي سنتين مع السيد الوزير اللي هو صحفي مثل لنا على مستوى فيدرالي الناشر في فيدرالي الناشرين، عرض علينا المشروع وغيرناه وحورناه، وكل واحد من أعضاء الفيدرالية أدخل التعديلات، وكثير من التعديلات أدخلت على القانون الجديد، والقانون الجديد كان سليما في مجموعه وفي جوهره. أنا مازال تنذكر السي مصطفى الرميد واحد المرة جمعناه في دارو وقال لنا راه الملك محمد السادس قال له ما تتابع حتى شي واحد كتب عليه، أنا أتنازل عن حقي في متابعة أي شخص أي صحفي أو أي شيء تكتب عليه. إلا كان الملك مسامح بحقه، شكون هذا اللي باغي يدافع على الملك أكثر من الملك باغي يدخل عقوبات الحبسية فيه؟ وهذا الكلام كاين وموثق. إذا إلا كان الملك هو نفسه تنازل وعبر عن هذا المستوى من التسامح اتجاه الصحفيين، فما فهمناش علاش الحكومة باغي تكون ملكية أكثر من الملك بنفسه. إذا الله يخليكم حيدوا لنا العقوبات الحبسية. نتذكروا كاين عقوبات أخرى ما يدخلوش المجال، كاين الغرامات، كاين المعنى، كاين حج الصحف، كاين واحد مجموعة الحوايج. وثم حنا راه درنا المجلس الوطني للصحافة باش المهنيين، وسي مصطفى صوبوا معنا مني كان صحفي، باش المهنيين هما يكون عندهم دور في التقنين. إذا بغينا هذه النقطة، بغينا وضع سقف للتعويضات، ما يمكنش التعويضات يبقاو بدون سقف، ويوليو أنه تكتب على شخص يعني أخطر من أنك تقتلو في حادثة سير. واعتبرنا لا يعتبر هذا الكلام تحريض على القتل، حنا ما بغينا نقتلو، ما بغينا كل شيء يعيش. الأمور التي قالها السيد الوزير حول مشروع مسؤولية القانون الصحافة والنشر صحيحة، ولكن في نفس الوقت لحل مشكلة عدم تضمين قانون الصحافة عدد من العقوبات تم اللجوء إلى القانون الجنائي، وسأعطيكم بعض الأمثلة. وفي الحقيقة يجب على كل حكومة أن تكون قوانينها منسجمة، لا يجب أن نجد في القانون الجنائي جرائم عقوبتها مختلفة عن الجرائم الموجودة في قانون الصحافة والنشر. لأني أنا عرفت شنو درت، أنا دخلت هذا القانون، لأن فاش كتقرا هذيك المادة 3 على الدعم العمومي
تحدد تستفيد قطاع الصحافه والنشر والطباعه لتوزيع الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافيه وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لما لهذه القطاعات من دور في تنميه القراءه وتعزيز التعدديه. هنا ربطنا بالمبادئ الدوليه الارتيكل 19 على القضيه ديال الدعم. تحدد شروط وكيفيه الاستفاده من الدعم بين التنظيم وفق معايير موضوعيه مع الاحترام المطلق لاستقلاليه المقاولات الصحفيه المستفيده من الدعم. هادشي نسينا عليه في القانون.